سؤال ممتد أو امتداد للأسبوع الماضي، أنه ما الذي حصل لمحمد بن سلمان قبل أن يظهر على الإعلام؟ طبعا هناك من يشكك حتى الآن أنه ما ظهر على الإعلام. أنا أؤكد أن ما قلته أنه موجود ويدير البلد إلى آخره خلال فترة الغيبة هذه، موجود وكان يدير الوضع في البلد، و لا يعني ليس بعيدا عن إدارة البلد، واتقابل شخصيات واتصل واتخذ قرارات خلال فترة التي غاب فيها عن الإعلام. هل ظهر فعلا أو لم يظهر؟ هذه الصور فوتوشوب ولا ما هي فوتوشوب؟ الصور فيديو قديمة، الله أعلم. يبدو على أيا كان هو الرجل موجود، موجود ويباشر إدارة البلد ومهمته ومسؤوليته، ويتحمل مسؤولية كل القرارات بما فيها قرار نواف رشيد. هذا هو يتحمل مسؤولية، هو الذي رتب مباشر شخصيا، رتب مع الكويتيين مع الشيخ صباح استلامه من الكويت. هل أصيب أو لا أصيب؟ ليس عندنا ما ينفي وليس عندنا ما يثبت. يمكن أن أصيب وتعافى، أو على الأقل صار في مرحلة قادر على الظهور للإعلام، أو أنه لم يصاب، الله أعلم. لكنه الذي حصل في الخزامة صحيح، يعني حصل فعلا إطلاق نار، وإطلاق نار شديد، وأصيب ناس. هل كان هو من ضمن من أصيب؟ لا نعلم. إن كان أصيب فيبدو أنه تعافى، أو أنه ربما كانت إصابة خفيفة، أو أنه لم يصاب، الله أعلم. هذا بالنسبة لمحمد بن سلمان. الشاهد في الأمر أنه موجود، وخلال كل هذه الفترة كان يباشر عمله.